التفاصيل هي مقادير من ربي سبحانه عز وجل، فهمت؟ هو مالف مفتاحها ديما في جيبه في طوموبيله، يدخل من الكراج ويخرج من الكراج بالتليفون. يمس نسات ما راحش بطوموبيله وجاوا صحابه ودوه، وكي رجعوه لبكره فهمتني ما لقاش منين يدخل للدار. طلع على البوطو، كي طلع على الفوق ديزيكيليبرا، طاح على راسها قد ديريكت، خرجت روحها. ولا كي لقيته منشور قدام الدار، الحق ما حطيتش الموت الخطا، حطيت جريمه ورحت نجري للشرطه بلغت الجريمه. ومن بعد ظهرت باللي جارنا عنده كاميرا في الطريق نتاع فيديو يحسها نتاع الحراسه نتاع الدار تاعه، قال لا راه طاح منه الفوتو. ايش عاودنا شفنا الفيديو نلقوه طايح من الفوتو. جات الحماية المدنية هزوه، وانا خرجت نلقاه نافض انفاسه، فهمت؟ فمه معبى بالكشكوشة تاع الدم والدم خارج على وذنيه. مشيت ونلقاه ما جات هامدة، ما ظنيتش الموت الخطا، ظنيت بلي جريمة. رحت نجري للشرطة بلغت عن جريمة، ما حتى من بعد خرج جارنا قال لا راهو او الفيديو راهو شفنا الفيديو نلقوه هذاك هو طلع على الفوتو وطاح. دفينا العشوة ان شاء الله بعد العصر في جبنة ولد احمد الله يرحمه ويوسع عليه. والله يسلي شوشو دو لا ميزون.